الجزء الثاني اللي بنتعامل معاه في الرسالة الجميلة والكبيرة رسالة روميا، بعد ما شفنا العقائد اللي بولس اتكلم عليها وشفنا الاستراكشر بتاع الرسالة، الحقيقة بتبقى في الرسالة دي في شوية قضايا مهمة أو نقط مهمة قوي محتاجين نقف عندها، وده الجزء الثاني بتاعنا في بحثنا أو دراستنا في هذه الرسالة. فبنتكلم على أسئلة وقضايا ظهرت على السطح واحنا بندرس روميا واحنا بنشوف روميا، او تعرض لها الرسول بولس بشكل مفصل وبشكل موسع في هذه الرساله. القضيه الاولى او السؤال الاول هو فكره الموت كعقاب للخطيه. و هي يعني انا بستغرب جدا دايما انه يعني او مش بستغرب يعني كلمه الله حيه دايما وكلمه الله فعاله دايما وكلمه الله تحس انها حتى بتجاوب على الاسئله اللي النهارده في القرن ال21 الناس بتسالها. ليه الانسان يعاقب بموت نتيجه غلطه، ويمكن نتيجه غلطه واحد انا ما كانش ليا ذنب فيها؟ يعني ادم غلط، طب انا مالي؟ هو ما سمعش الكلام، انا مالي؟ انا كان لو كنت مكانه كنت سمعت الكلام. وده سؤال منطقي بتسأل، وده سؤال محتاجين نفكر فيه ومحتاجين نجاوب عليه للناس اللي سواء جوه الكنيسة أو بره الكنيسة بتسأله، أنا مالي ومال آدم؟ ما هو يأكل من الشجرة، يأكل من الزرعة، يأكل أي حاجة، ليه لبسني أنا القضية؟ وده سؤال حلو جدا. الحاجة التانية هي بعض الناس بتقول هل الله عادل؟ أنا شايف إن الله مش عادل، إنه لمجرد غلطة واحدة يعاقب كل البشرية ويعاقبنا بموت أبدي. طب ليه ده مش صح؟ مثلا البوذيين بيقولوا أنا شايفين إنه this is unfair، يعني مش عادل أبدا، إنه بسبب أخطاء الواحد يرتكبها في حياته الزمنية اللي تصل إلى وات ايفر عدد من السنين، كبرها 100 سنه 100 وحاجه، تعاقبني العقاب الابدي. ده مش منطقي. لكن احنا كبوذيين مثلا عندنا فكره احسن من كده بكتير قوي. هي فكره انه النظام بتاعنا بيدينا ميني تشانسز، يعني لو ما نجحتش المره دي ممكن تنجح لما يحصل لك الانكارنيشن وتتولد تاني في جسم تاني او في ظروف تانية، يمكن تحسن، عارفين زي اللي بيخش يحسن مجموع او سقط سنه فبعيد السنه تاني وتالت ورابع. فبقول لا، انا السيستم بتاعي احسن منكم لانه مديني فرص اكتر لغايه لما انجح، يعني فتح له الترايل لغايه لما ينجح. لكن انتوا كمسيحيين السيستم بتاعكم او المنظومه بتاعتكم احنا شايفينها ان هي unfair خالص، لانه بقى معقول عشان انا ارتكبت غلطات في فتره حياتي الزمنيه اللي ممكن توصل من وات ايفر سنين لغايه 100 سنه او حاجه، اتعاقب كل الابديه ان يترمي في النار؟ ده الاله ده اله متوحش، اله عنيف جدا، اله قاسي جدا. بولس بيتعرض للفكره دي في رساله روميا، او طبعا الروح القدس عرضها لنا على لسان بولس في رساله روميا، وهيشرح فكره الموت وإيه المشكلة الحقيقية بتاعت الخطية. الخطية مش إن أنا مجرد غلط أو ارتكبت ميستيك فبحاول أصلح الميستيك بتاعتي. روميا بتعرض قضية الخطية إنه حصل تعدي على الله وتعدي على قوانينه واستوجب الحكم اللي كان موجود. فهنا الله مش قاسي، ولا الله عنيف، ولا الله شرير قوي كده بيعاقب الإنسان بالموت، لأنه حط له اللائحة وحط له القانون، لو أكلت هتموت. وهتجاوب كمان على فكرة أنا دخلي إيه بالموضوع، إيه علاقتي أنا بآدم؟ وده سؤال الحقيقة أعتقد موجود جوه ناس كتير جوه الكنائس، يمكن مش بتقدر تفصح عنه، بس موجود، ونفسنا نتعرض دي، نفسنا نشرح الكلام ده بشكل كويس قوي عشان المؤمن يبقى فاهم كويس هو بيؤمن بإيه وهو إيه المشكلة بتاعته. في روميا 5 و6 و7 طبعا الجزء ده صراع كبير جدا، وبولس هيتعرض فيه لنقط مختلفة ونقط يعني حساسة. في روميا 6 بيقول كده:
رومي 6 23 بيقول ان اجره الخطيه هي موت، واما هبه الله فهي حياه ابديه بالمسيح يسوع ربنا. يبقى في عندي اجره وعندي هبه عطيه. الاجره هي لو عملت ده الخطيه هتديك اجرتها الموت، لكن في عطيه من الله متقدمه لنا، وده اول حاجه بتشيل من الذهن فكره قسوه الله. الله عنده هبه، عنده عطيه هيعطيها لي، والعطيه دي مش موت، انما العطيه دي هي حياه ابديه. اذن في مقابل اجره الخطيه اللي القانون بيحطها واللي الانسان وقع نفسه فيها، الله مقدم الناحيه الثانيه مش اجره، لانه ما فيش هنا اجره خالص، لكن هنا في منحه من الله، عطيه من الله، هبه من الله، انه تحيا الى الابد من خلال يسوع المسيح. يبقى ادي اول نقطه بولس بيقدمها او روميا بتقدمها، انه الله مش بالشكل المشوه اللي احنا واخدين فكره عنه غلط، لكن الله عنده عطيه وهبه مجانيه. ويشرح بعد كده القانون اللي الله استخدمه. فبيقول زي ما انت ما كان لكش ذنب في مشكله ادم والعواقب بتاعتها، بالناحيه الثانيه الهبه اللي هتوصل لك والعطيه اللي هتوصل لك مش هتدفع فيها ولا مليم ولا هتعمل فيها ولا عمل، برضو هتجيلك نتيجة شخص هيرتكب حاجة كويسة، هيعمل حاجة كويسة، فهتتحسب لك. أنا عندي قانون بيقول إنه في غلطة بيرتكبها الرأس، فبالتالي الرأس بيورث ده للي جايين من تحتيه. نفس المنطق، هحط رأس جديد، الرأس الجديد هيطيع رأس بار، عشان كده كل اللي جايين منه هينالوا منه هذه العطية. فزي ما انت ما كلمش اي ذنب في انك يعني تاخد اللي جاي لك من ادم، كمان مش هيكون لك اي دور غير انك تقبل انك تاخد من المسيح كل هذه العطايا او الهبات المجانيه. فهيشرح الفكره ويبتدي يوسع فيها ويحط لنا الصوره بالكامل. فبيقول في رومية 5 من 12 ل 14، من اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم، بسبب انسان واحد اللي هو ادم الخطيه دخلت إلى العالم، ولما الخطية دخلت دخل معاها الموت، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يبقى واحد غلط دخل الخطية، فتح ثغرة والخطية دخلت، الخطية لما دخلت جت معاها أجرتها فدخل الموت. فده السؤال اللي بيجاوب على الرد اللي بيجاوب على السؤال ليه في موت؟ وليه في شر في العالم؟ هل الله هو اللي خلق الشر؟ بنقول له لا، الله ما خلقش الشر. الشر هو غياب النور، غياب الخير. وده جه منين؟ جه انه ادم فتح الثغره وخطئ وادى فرصه للخطيه تدخل، والخطيه جابت معاها العواقب السوداء بتاعتها اللي هي مين للموت والفساد. فاجتاز الموت الى جميع الناس. يبقى الموضوع عباره عن ان واحد اخذ فيروس الايدز، وراح فيروس الايدز اتنقل لكل واحد جاي من الناس اللي بتاعه. فيروس الايدز بيحمل جواه الضعف وبيحمل جواه موت سريع، عشان كده كل واحد من اللي جاي بعد الشخص ده اصبح هو كمان خاطئ اذ اخطأ الجميع. فادم دخل فساد، دخل الخطيه، بالتالي اللي اتولدوا منه بقوا مفاسدين، وبقى مهم كمان بيعملوا خطايا إذ أخطأ الجميع. احنا هنشرح بعد شوية في جدول التفاصيل الحلوة دي. فإنه حتى الناموس، يعني لغاية لما جه الناموس كانت الخطية في العالم، يعني مش الخطية دخلت للعالم لما الله نزل القوانين بتاعته قال لا تزني ولا تسرق ولا تشتهي ولا ولا ولا، لا لا لا، الخطية موجودة من قبل كده، عشان كده بيقولهم من الخطية ما دخلتش مع الناموس، ناموس الله بار، انما الناموس جه عشان يجرم الخطيه. انما الخطيه موجوده من اول ادم. فانه حتى الناموس كانت الخطيه في العالم. على ان الخطيه لا تحسب ان لم يكن ناموس. لو ما فيش قانون بيجرم السرقه، اذا كل واحد ممكن يسرق. السرقه ضميريا انت شعر انها غلط، لكن ما عنديش قانون بيجرمها. القتل
شيء مؤذي وشيء ضميريا مش مريح، لكن ما عنديش قانون بيجرم القتل، عشان كده ممكن اي واحد يفتش السكه يضايقك اقتله. فعل عنيف، فعل دموي، في قسوه، انما ما فيش قانون بيجرمه. هي دي الفكره. الناموس نزل بيقول ادي القانون، وده بيجرم كل خطيه من الخطايا اللي انت كنت بترتكبها كده بكل راحه. فأصبح لما نزل القانون اللي كنت بعمله بشكل طبيعي بقى بالنسبة لله بيجرمه، أصبح عليه دين، أصبح عليه حكم. فدي نقطة مهمة. يقول حاجة تانية: لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى. عشان تعرفوا أن الخطية موجودة وأن الخطية ليها أجرة في حد ذاتها هي الموت، نلاقي الناس ماتت من أول آدم لغاية موسى. إذن الموت ما دخلش بالناموس، الموت دخل بدخول الخطية. عشان كده الناس من آدم لغاية موسى كانت بتموت، حتى الأطفال الصغيرين اللي ما عملوش أي مشكلة، طفل صغير اتولد ومات وهو صغير. ليه في موت؟ الموت موجود مش عشان القانون، لكن موجود عشان من أول ما دخلت الخطية، الخطية بتحمل معاها الموت، بتحمل أجرتها معاها. فبيبرر هنا، بيبرر ليه الناس ماتت من أول آدم لغاية موسى، كبار وصغيرين، ستات ورجاله، لانه في خطيه، والخطيه دخلت معها الموت الجسدي. لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي ادم الهوى الذي هو مثال الاتي. لو قريناها بالانجليزي يمكن تكون اوضح شويه. Yet death reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam. حتى على الناس اللي أخطأوا مش بنفس الطريقة اللي آدم أخطأ بيها. Who was a type of the one who was to come. وآدم ده باللي عمله هو مقابلة لحد جاي. Okay. يبقى الخطية آدم أخطأ فدخل الخطية، والخطية دخلت معاها الموت، وبالتالي الموت سرع على كل البشرية حتى قبل نزول القوانين بتاعت الله اللي هي في الناموس. عشان كده الناس كانت بتموت. حتى على الناس اللي ما أخطأتش زي ما آدم أخطأ، أخطأت بشكل تاني أو كان لها ظروف تانية، إنما ماتت برضو جسديا. لكن لما نزل الناموس، الناموس إدى للمشكلة بعد أكبر وأصعب، إنه بقى فيه قانون إلهي بيجرم هذه الفعلة، فبقينا محطوطين في موقف أصعب من الأول. تعالوا نشوف مع بعض المشكلة بتاعت الخطية علشان نفتكر اللي كنا بندرسه مع بعض في علم الخلاص. نلاقي إنه الخطية فيها ثلاث أنواع خطية. لو مشكلة الخطية ألاقي إن عندي ثلاث أنواع خطية، كل واحدة منهم لها طريقة انتقال، وكل واحدة منهم لها عواقب على الإنسان. الخطية الأولى هي بنسميها الخطية الموروثة اللي تورثناها، اللي بتنتج أو بتنقل ليا من جيل لجيل الطبيعة الفاسدة. فيتولد الطفل بريء أوي خالص، ما بيعرفش أي حاجة، أول كلمة بيتعلمها هي نو، لأ. تقول له يمين يرفض ويقول لك شمال، ما تحطش إيدك عند النار، بحط إيده عند النار، ما تلعبش في الحاجة دي، يعمل الحاجة دي يبص لك. وده اللي بيقوله الكتاب، انه من البطن سميت عصيا. فجات لي منين الحته دي؟ جات لي من ان انا اتولدت من اب وام بشريين، هم كمان اتولدوا من اب وام بشريين، وهكذا هكذا لغايه ما توصل لادم وحواء. فاذا من خلال التناسل حصل دخول عنصر الفساد ده، زي ما بنشبهها بانه واحد عنده فيروس، والفيروس ده ورثه حاجه وراثيه بتتنقل من جيل لجيل. الخلفة اللي بتطلع شايلة الفيروس ده، الطبيعة الفاسدة. فدي اسمها الخطية الموروثة. طب دي عقابها ايه؟ عقابها انه الشخص منفصل عن الله، ميت روحيا. فكل واحد بيتولد بنقول له انت ميت روحيا، محتاج تقبل المسيح. عشان كده لو حتى الشخص اللي ميت روحيا ده، لو حتى الشخص اللي قدامنا شكله كويس
ويمكن اخلاقياته كويسه، يمكن يكون شخص متدين باي كان الدين، يبقى بيعملش حاجات وحشه وراجل طيب وخير وكل حاجه، بقول له في عندك مشكله كبيره، ان من الاصل انت منفصل عن الله، من الاصل انت ميت روحيا. عشان كده انا بجيب لك رساله الحياه، انا مش بقول لك حسن اخلاقك، مش بقول لك اعمل خير، مش بقول لك في الاول صوم وصلي وزكي وعشر وارتع، لا لا لا، انا بقول لك في مشكله اساسيه قبل كل ده، مشكله ان حضرتك مش واخد بالك انك ميت ومحتاج تاخد حياه، وبعدين بعدين من خلال الحياه دي تبتدي تسلك في جده الحياه زي ما بولس هيسميها، وهنا تبتدي تطلع الثمار الصالح. دي الخطيه الموروثه اللي بتنقل من جيل لجيل، فبتكون جوايا الطبيعه الفاسده اللي مشكلتها ان انا منفصل روحيا عن الله ومنفصل عن حياه الله وعن الحياه الابديه. عندي مشكله تانية هي الخطيه المحتسبه، ودي بتجيلي من ادم مباشره، انه ادم عليه حكم موتا تموت، فاصبح بسبب كسر اللي عمله ادم، الخطا اللي ارتكبه ادم، صار الحكم على كل الناس. عشان كده كل الناس من اول ادم لغايه موسى ولغايه النهارده كل الناس بتموت جسديا. الموت الجسدي كان عقاب للخطيه المحتسبه. فيبقى واحد، انا مفصول عن الله روحيا وادبيا. اثنين، انا هموت لانه انا انسان ابن ادم، فجسدي هيزوق الموت. ثلاثة، لما اتولدت وأنا في الطبيعة الفاسدة أنا كمان بقيت بنتج خطايا شخصية. الذين أخطأوا ليس على شبه آدم، هم كمان عملوا خطايا يمكن مختلفة عن آدم، لكن هم كمان بيخطئوا، والخطأ اللي أنا برتكبه النهاردة بيدل على أني أنا جوايا طبيعة فاسدة. عشان كده أنا مفصول في الشركة مع الله. طب المسيح حل الكلام ده؟ حل الكلام ده من خلال أنه دخل للموت ووفى كل الجوانب دي. فالنهارده بيقدم لي واحد في الهبه بتاعته، وانا النهارده انسان لسه حي في الحياه، بيقدم لي الحياه الابديه في مقابل الموت الروحي. الحياه الابديه مش ان انا اعيش للابد، لكن زي ما بنقول الحياه الابديه هي نوعيه حياه الله. فرجعني تاني، عملني كونكتد مع الله اللي هو مصدر الحياه، فعالج الخطيه دي او العواقب بتاعت الخطيه دي. الموت الجسدي، ممكن اموت جسديا، لكن هو بيضمن لي قيامه الجسد ده، وبيضمن لي كمان انه ممكن اعيش اللحظه بتاعت انه جسدي ما يدقش الموت لكن يتغير، زي اللي قاله بولس في كورنثوس الاولى 15 اي 51، وزي اللي قاله في النص بتاع الخطاب في سبريك الاولى 4 من 13 ل 18. يبقى المسيح عالج كمان الموت الجسدي. طيب فقدان الشركة أو الخطية الشخصية بتاعتي اللي ممكن تحصل مني يوميا عليها، عشان كده لما أنا أؤمن بالمسيح وبدخل وبقى ابن الله، حتى لما بغلط بيقول كده لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، فبرجع بسرعة بسترد الشركة مع الله. يبقى خلاص اللي قدمه المسيح حللي كل المشاكل دي وقدمها لي كهبة، قدمها لي عطية. يبقى لما أرجع تاني للكلام اللي كان بولس بيقوله، إنه الخطية دخلت الفساد ودخلت الموت، والموت ده للأسف دخلت آدم لما أخطأ دخل الخطية، والخطية دخلت معها الفساد والموت، فأصبح كل إنسان بيتولد من آدم أو يعني من جيل لجيل بيحمل جواه طبيعة فاسدة بتنتج أخطاء، كمان أصبح محكوم عليه بالحكم اللي هو الموت الجسدي اللي كان محكوم على آدم، وبقينا كلنا بنموت. طيب لما جه الناموس، الناموس عمل إيه؟ أولاً الناموس مش بيبرر خالص، الناموس ما عندوش أي وسيلة لتبريرك. الناموس ده قانون بيقول ده غلط وعقابه كذا، زي القانون الموجود في الدولة. الخطية كانت موجودة، عقابها كان موجود من قبل الناموس، اللي هو الانفصال عن الله في موت جسدي، فقدان الشركة موجودة،
لكن لما حصل الناموس جه الموضوع بقى ضخم قوي، واضح قوي، بقى مزعج جدا. والدليل على انه الخطيه كانت موجوده وكانت ساريه ومشاكلها ساريه بدون ما ندري، انه بيقول كده لانه قد ملك الموت من ادم الى موسى. الناس بتموت، ليه بتموت؟ لان الخطيه دخلت معاها موت. لكن الناموس لما جه وقال الفعل ده جريمه، الفعل ده جريمه، الفعل ده جريمه، الحاجات اللي كنت بعملها قبل الناموس بشكل عفوي النهارده بقت مرعبه وبقت واضحه قوي زي الشمس، ان انا بعمل التعدي، بكسر قوانين الله. يوحنا يقول انه من يفعل خطيه يفعل التعدي. فالخطيه بقى هنا في المفهوم الكتابي ما بقتش ان انا بغلط، بقت انا بكسر القانون وبتعدى على المشرع. بالظبط زي النهارده لما نيجي في قضايا في الدوله مثلا، واقول انه نفترض انه في واحد قتل واحد ونجح انه بطريقه ما يتصالح مع اهل القتيل ويقولوا له خلاص احنا سامحناك. لما يروح قدام المحكمه حتى لو اهل القتيل جم قالوا للمحكمه يا سياده القاضي خلاص ما تزعلش منه، هو سامح، احنا سامحناه وعافينا عنه، فسيبه يطلق حر. القاضي يقول له دي مشكلتك انت انك تسامحه، انما انا كقانون وكدوله عندي حق على القاتل. طب يا قاضي ده القاتل اللي اتقتل ده قريبي، فخلاص انا سامحته وانتهى الامر بقى، هو دفع لنا فلوس، هو قال مش هيعمل كده تاني، وات ايفر اللي عمله، دي مشكلتنا احنا سامحنا، دي مشكلتك انت، لكن انا عندي قانون في الدوله تم التعدي عليه. فاذا الجريمه مش بتنتفي بمجرد ان الطرف الاخر بتصالح معك، الجريمه بتفضل جريمه لانها ارتكبت في حق قانون الدوله، فيبقى في حق مدني ولا حق جنائي غير الحق بتاع الشخص التاني. طبعا مش عارف المصطلحات القضائيه قوي، لكن الفكره بالمعنى ده ان الناموس مش بيبررك ابدا، ومش هينفع في النهايه بعد ما تقول للناموس تقول له مثلا يا ناموس انا او يا قانون انا السنه دي ما كسرتش ولا لائحه من لوائحك، كافئني. هيقول لي ايه الفضل بتاعك اللي ينفع كافئك عليه؟ ما انت كان لازم ما تكسرش القانون. فلا يعني، فحتى لو انت نجحت انه تنفذ القوانين كلها، في النهايه ده مش تفضل منك لانك مجبر تعمل ده. في الدوله نفس الكلام، قانون الدوله نفس الكلام، عمر ما بتروح في اخر السنه بتقول له انا ما كسرتش ولا اشاره، ما عملتش ولا مخالفه، اديني النهارده مثلا تخفيض على تجديد الرخصه. مين قال كده؟ ما عنديش حاجه تقول كده، انا بجرم بس، انا بعاقب بس، لكن ما ببررش. فدي مشكله الناموس، ودي المشكله مع كل واحد عايز يبرر نفسه بالاعمال. فبقول طب تعالى نفكر مع بعض، انت عايز تبرر نفسك بالاعمال المفروض انك ايه؟ ما تسرقش، ما تقتلش، ما تزنيش، ما تخطيش، ما تحلفش، ما تكذبش، و و و اوكي؟ بتعمل دول؟ اقول لي اه بعملهم كلهم. اقول له حلو خالص، كان لازم تعمله، ده مش كرم منك، ده مش كرم اخلاق منك، ده مش تفضل منك، ده انت مجبر ما تعملهمش. ليه مالكم؟ يعني فكره التبرير بالاعمال فكره شيطانيه جدا، لانه بتخلي الانسان عايش في غيبوبه تامه انه انا هعرف اعمل ده، في حين انه مستحيل اولا يعمله، اثنين حتى لو فرضت انه نجح تماما انه ينفذ كل القوانين بتاعت الناموس، لو نجح، هفترض انه نجح، اولا القانون مش هيكفي، ثانيا هو مشكلته الاصليه مش مع الناموس، مشكلته الاصليه انه ميت، ميت روحيا يعني انفصل عن الله، ميت جسديا، وميت كمان ابديا. فعندك مصايب سودة من قبل ما تبتدي الحياه. وطبعا الافتراض انه في حد على الارض ممكن يعيش ولا ساعة واحدة بدون ما يغلط، الفكر ده شغال حريقة في دماغنا، ما نقدرش، بنغلط كل يوم كل يوم،
كل ساعة كل وقت. إذن الفكرة بتاعت إنه أبرر نفسي بالأعمال أو بأعمال الناموس فكرة يعني الكتاب واضح بيقول إنها مستحيلة، هي حاجة ما تحصلش. ويكمل يقول لأن الجميع أخطأوا، إذ أخطأ الجميع، بقول كده إذ أخطأ الجميع، لأن هم من الأصل وارثين الطبيعة الفاسدة. عشان كده لو حد قال لي ان انا نفذت كل قوانين الناموس، بقوله في عندك من الاصل مشكله ان انت جواك طبيعه فاسده. الطبيعه الفاسده دي اولا فصلك عن ربنا، اثنين الطبيعه الفاسده دي بتنتج خطايا شخصيه، فمستحيل ان انت ما تعملش خطيه. يبقى مشكله الانسان اكثر تعقيدا من مجرد انه حلال وحرام اعمل وما تعملش. مشكله الانسان انه من الاصل محكوم عليه بالموت في كل جوانب حياته. فالموت بشكل عام في الكتاب يعني انفصال. لما واحد مات يعني انفصل الحياة، الروح انفصلت عن الجسد. ميت روحيا يعني منفصل عن الله، عن حياة الله. ده اللي بيشرحه بولس، بيركز عليه كتير حتى في أفسس، يقولوا وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. الموت الأبدي أو الموت الثاني هو أننا أنفصل تماما عن الله أبديا وألقى في بحيرة النار الكبير. ده الموت الأبدي. موت الجسد انفصال الروح عن الجسد. الموت اللي بتسببه الخطايا الحقيقة دخل لكل جوانب حياتنا. يعني الإنسان المشكلة بتاعت الخطية فعليا لو بصيت لها هتلاقيها إن هي مش مجرد المس وتلمس، دوق ما تدوقش، حلال وحرام. في مصيبة أكبر من كده، إن الموت أو الخطية خلت الموت دخل لكل جوانب حياتنا. عشان كده لابد من إنقاذ إلهي يعالج كل جوانب دي. لأنه لو أنا نجحت بس في جزئية الحلال والحرام أو جزئية الصح والغلط أو جزئية إن أنا أنفذ القوانين، أنا عندي مشاكل تانية تفوق قدراتي كإنسان، اللي هي قضية الموت، قضية الانفصال عن الله أو الموت الأدبي والموت الروحي، قضية الموت اللي جاي. كل الكلام ده يتعدى ويتخطى بمراحل رهيبة جدا قدرة قدرات الإنسان. إزاي ممكن تجيب لنفسك حياة وإنت ميت؟ إزاي ممكن تقوم نفسك؟ الخدعة اللي بيقدمها العالم هي السلوكيات وتغيير السلوك والتعلم قيم معينة وحلو، لكن في الحقيقة أنت كل اللي بيحصل ده هو تجميل لجثة ميتة. إنما ما يقدرش أبدا كل هذا التعديل وكل هذه التعليم والفلسفات إنها تقوم الجثة. لابد من معجزة قيامة علشان الإنسان يعود تاني إلى الحياة. فكل التسكينات، كل المسكنات اللي بتديها الأديان والفلسفات والأفكار كلها عبارة عن، بقولها كده يعني بكررها كتير، بقولها عبارة عن إنك بتحط شوية برفان على جثة بتعفن. مهما حصل، مهما حطيت من كل برفانات العالم، أغلب برفانات الجثة تتحلل ولا هجرة هجرة عاجلا أم أجلا. فالمسيحية ما قدمتش برفانات للجثة، لكن قدمت حياة للجثة عشان تقوم الميت. وده الاختلاف الجذري اللي موجود ما بين المسيحية ما بين أي حاجة تانية في الدنيا، حتى المسيحية الإسلامية. إنه مش أخلاق، مش behavior، إنما حياة. الكلام ده يعني أنا ممكن بعيده كثير وبركز عليه كثير، لأنه الكلام ده لب القضية بتاعت الكرازة، لب قضية الكرازة. الإنجيل المشوه اللي بيتقدم بقاله فترة هو محاولة تانية لاسترضاء الإنسان
لكي يقبل هذا المسكين المدعو يسوع، وكأنه هيبقى تفضل مننا علشان نقبل. ده بيحبك قوي، تصدق ده بيموت عشانك، ده مش عارف، ده جميل قوي، انت لو جيت له هيحل لك مشاكلك، لو جيت له هيجوز لك العيال ويكبر لك البنات ويدخلك الكلية ويدي لك شغل، لو جيت له هيشفي لك جسدك ويشفي لك امراضك. مصيبة السودة بتاعت الانسان مش الجسد ولا الامراض ولا الفقر ولا الجهل ولا المرض. المشكلة الكبيرة اللي بيقدمها الكتاب ان الانسان ميت وانت تحتاج الانقاذ. ولو حطيت للشخص الكلام ده بوضوح في حياته هنا يختلف الموضوع. احنا كتير ما بنلعب على المشاعر زي ما اتعلمناها، انا بقولها بكل صراحه، زي ما اتنقلتنا من سنين وسنين، الترانيم الحلوه ويسوع حلو قوي ويسوع زي السكر، طبعا يسوع زي السكر حلو قوي، بس ابتدوا خاطبوا الوعي الانساني، لانه مخاطبة المشاعر يعني شيء باهت قوي. لكن الانسان محتاج يتخبط ويوعى في دماغه كده ويفوق ايه مشكلتي الاساسيه. مشكلتي مش ان جسدي مريض ومحتاج يخف، مشكله طبعا، لكن في حاجه يعني اخطر من كده. مشكلتي ان انا ميت ورايح للموت الابدي. افتح عينين الناس على ده. مش مشكلتي ان انا بتحاور مع الشخص الغير مسيحي او مع المسيحي الاسمي عشان اقنعه بان نظرتي الانجيليه او نظرتي المسيحيه هي الصحيحه. المصيبه السوداء ان حضرتك ميت، بغض النظر عن المسيحيه او الاسلام او البوذيه او شيء، المصيبه السوداء انك انت ميت. طب ميت ليه؟ عشان 1 2 3 4. هنا الانسان محتاج يفوق، محتاج يوعى، محتاج يدرك. والكنيسه محتاجه النهارده تخاطب الوعي والادراك الانساني. في انا مش بقول ان المشاعر وحشه، مش بقول انه الترانيم وحشه، بالعكس انا ما بقولش كده، بس بقول المفتاح بتاع حل القضيه مش يعني التدليع ده، ومش الرساله المايعه، اسف في التعبير، الرساله اللي مش عارف تفهم لها راس من رجل. انما لما بتقول للمريض حضرتك عندك كذا، ما ينفعش يكون الدكتور بيجي له مريض عنده لا قدر الله كانسر، لا 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 بسيطه يا حبيبي، ده انت شويه يعني ما تخافش يا حبيبي، ده بسيطه خالص، هي حاجه زي الصداع كده وهتروح بسرعه وهتخف، ده انت جميل، ده انت رائع، تصدق ده. محتاج الشخص يفهم كويس قوي هو عنده ايه علشان يتحرك تجاه العلاج بجديه. طب اذا كان بسيطة يعني انت هتجيب لي كل يوم اعمل الحاجات دي ليه؟ خلاص بقى مش مهم، هي بسيطه تتحل براحتها، هاخد لي مسكنات وخلصت. لا، في مصيبه سودا محتاجه نتعامل معاها، في كارثه محتاجه نتعامل معاها اسمها انه حضرتك انت كانسان ميت. طيب شفنا القضية الأولى. القضية الثانية بيتنقل بولس من بعد ما قدم مشكلة الخطية وازاي دخلت لي من خلال آدم، وقال لي خلي بالك ده مثال اللي جاي، هياخد الجانب الإيجابي يقول لي ازاي يحتسب لك الله هذا البر. اتكلمنا عنها دي قبل كده برضو، احتساب البر أو التبرير، وقلنا انه الله عشان أتواجد في محضره محتاج نوعية بر طليق بيه هو، وفي نفس الوقت مفيش ولا بر حتى بر الملائكة يليق بيه هو. فهنا المشكلة زادت صعوبة. حتى لو كنت عملت القوانين كلها وده مستحيل، حتى لو كنت نظفت نفسك بالكامل وبرضه ده مستحيل، هتفضل قدام الله ويحي انا الانسان، انا نجس ومساكن وسط شعب نجس الشفتين. ده اللي كان من شويه عمال شاعر كان قبلها بتلات كام اصحاح عمال يقول لهم انتوا والحمار يعرف صاحبه، وانتوا ما حسيتوش حمار ولا طور، وانتوا لما دخل وشاف السيد قال انا اول واحد نجس. يبقى
المصيبة التانية للإنسان إنه منين يجيب بر يحطه قدام الله؟ منين يجيب بر يدخله في قبول أمام الله؟ ما يقدرش. عشان كده كان لازم يحتسب له البر الإلهي اللي ينفع يدخله قدام الله. طب ويجيبه منين بقى ده؟ هو الدهوني عطية، دهوني هبة، ده اللي مركز عليه بولس في الأول ورمى الكلمة عشان قبل ما يشرح الجانب المأساوي بتاع الإنسان قدم الفكرة إنه مش زي الخطية لكن في هبة عظيمة جاية من الله. وحطني آدم وحطني المسيح، وخلي بالنا من الصورة اللي في دماغ بولس، إن بولس بيحط رأسين وكل رأس هيورث ولاده أو عيلته أو الجنس بتاعه، هيورث لهم ورثة. آدم ورث لنا ورثة طيعة، خطية وموت وحكم بالموت ودينونة وفساد، واتولدنا بالطريقة دي رغم إنه ملناش ذنب. أهو الرأس بتاعنا، الممثل بتاعنا، النائب بتاعنا ورثنا كده. طب أنا إيه علاقتي بآدم؟ حاجتين. الحاجة الأولى هو الرأس بتاع هذا المجتمع، بتاع هذا الجنس، فهو ممثل هذا الجنس أمام الله. أي غلطة بيرتكبها بتعود علينا كلنا. ادينا مثال قبل كده، قلنا مثلا لو في أب لعيلة والأب ده مثلا سرق واتمسك واتحكم عليه، اضطر الولاد أو العيلة بتاعته تبيع ممتلكات كتيرة عشان تسدد الديون اللي عليه أو السرقة دي، فخسروا ماديا، ممكن يشحتوا، ممكن يتحطوا في أماكن ما كانش يعني ناس كانوا أغنياء قوي، فجأة يلاقوا يبيعوا كل ده عشان يقعدوا في شقة أو يقعدوا في أي حتة. اتنين، كم العار اللي الأب ده بيسببه للولاد وأحفاده؟ ملهمش أي ذنب، مشكلتهم إن هم ولاد الراجل ده، لكن هل ده يعفيهم من المسؤولية؟ لا خلاص، جالهم وصمة عار واضطروا يخسروا علشان يدفعوا ده، رجعوا عليهم الضرائب أو الناس اللي مدينينه وابتدوا يستردوا حقوقهم. بنفس الطريقة تعالوا نبص ناحية تانية، واحد شخص غني وراح مورث ولاده هذه العطايا، وانا ما عنديش اي فعل ارتكبته، لقيت انه جالي ورثه من جدي، وجدي سايب لي او ابويا سايب لي ميراث كبير، سايب لي صيت حسن، فالناس لما بتشوفني بتحترمني تقول ده فلان ابن فلان او اللي جده كان فلان. انا عملت ايه في الموضوع؟ ولا حاجه، انا خدت ده من الرأس بتاعي. فدي اول نقطه. في نقطه تانية بيشوفها الكتاب كأننا كنا موجودين كنسل آدم، موجودين فيه من الأصل، زي ما بيشرحها مثلا في رسالة عبرانيين، وبيقول لما إبراهيم قدم العشور لملك صادق كان في صلب إبراهيم موجود لاوي حفيده، لاوي ابن يعقوب اللي بعد سنين وسنين هيصبح هو السبط بتاع الخدمة واللي هيجي منه سبط الكهنة. فبيقول الكاتب العبرانيين انه لما ابراهيم خضع ويوطى عشان ملك صادق يباركه ويقدم العشور لملك صادق، في هذا الابراهيم كان موجود لاوي وكان موجود هارون كأحفاده اللي في صلبه، فبالتالي اعتبر انه هارون ولاوي أو سبت لاوي اللي هو سبت الخدمة وهارون اللي فيه سبت الكهنوت، اعتبر إن هم خضعوا لملك صادق وإن هم قدموا العشور لملك صادق وإن ملك صادق أعلى منهم. فبالتالي ارتباطي بآدم كرأس واحد، إن هو النائب أو الرأس بتاع الجنس ده، اتنين إن أنا في صلبه. لما يبص على الرأس الجديد يسوع هتبص تلاقي الكتاب في العهد الجديد مين ليه؟
بيحطك وبيحطني كأعضاء لهذا الجسد، أعضاء لهذا الرأس. بولس هيقولها ويوحنا هيقولها بطريقة تانية، أما جميع الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون به، الذين ولدوا ليس من مشيئة جسد ولا مشيئة دم ولا مشيئة رجل لكن ولدوا من الله. يوحنا بياخدها على فكرة الولادة من الله، بولس ياخدها هنا الولادة من الله لكن تصبح جزء في جسد المسيح اللي هو الرأس. فهيحط آدم باللي ورثه لعيلته، ويحط المسيح باللي هيورثه للجنس بتاعه، ويعمل المقارنة أو المقابلة ما بينه، ويشرح ده في رومية 5. يقول كده: ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة. يبقى مش زي ما حصل في مشكلة الخطية، الهبة حاجة تانية أحلى وأعظم. لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا بنعمة الله والعطية والنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، واحد أخطأ جاب لنا حكم الدينونة. أما الهبة فمن من جرى خطايا كثيرة للتبرير. يعني لو حبينا نشبهها كده الفكرة ممكن تكون قريبة لفكرة شوية. تخيل واحد قاعد في البلكونة في الصيف يعني، ويشرب سيجارة، راح مطير السيجارة رماها، نزلت على العمارة اللي جنبه أو السطح اللي جنبه، ومسكت في شوية خشب وشوية قش وعملت حريقة، والحريقة دخلت كلت كم بيت من جنبي. بنلاقي كل إمكانيات الدولة بتتحرك من مطافي وإسعاف وي كل ده بيجري علشان يعمل إنقاذ للمنطقة. واحد دخل مصيبة سودة، لكن من جرى هذه المصائب أو هذه الأخطاء وهذا الكوارث حصل تدفق لعملية إنقاذ كبيرة عشان تنقذ الحي وتنقذ البيوت دي، ويمكن بعد كده يعيدوها تاني ويعيدوها في أحسن صورة. فبشوف إنه رغم إنه الحدث مأساوي وإنه في واحد غلط وإنه بسبب الغلطة اللي هو ارتكبها ولع الدنيا حواليه، لكن التدفق اللي عملته المنطقة أو الدولة أنقذ ووسع وغير وعدل المكان اللي حصل فيه الحريق ده. فالحكم من واحد للدينونة، أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. لأنه إن كان بخطية واحد قد ملك الموت، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحد صار الحكم لجميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد، خطية واحدة دخلت المشاكل دي كلها، فبر واحد هيعمله المسيح صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. هنشرح تبرير الحياة دي بعد شوية. يعني آدم لما أخطأ دخل الحكم ودخل معاه كمان الفساد، فبقت حياتنا كلها فاسدة. أما البر اللي هيعمله يسوع، بر واحد بتوصل لينا عطية الله لأجل أن مش بس تبررنا لكن يكون لنا تبرير الحياة، أي الحياة اللي تحيا في البر، الحياة نفسها اللي خدناها من المسيح حياة ليها بر. فهي بررتنا قضائيا لكن كمان بتقودنا في عملية سلوك بار حتى في حياتنا. ويكمل بولس: لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد، يعني الطاعة اللي ضحى واحد بس، سيجعل الكثيرون أبرار. فبيحط المقابلة ما بين آدم واللي عمله بين المسيح واللي بيورثونا. آدم أخطأ فدخل لنا كل ده، المسيح أطاع طاعة واحدة وبر واحد وبر المسيح دخل لنا إحنا كل هذه البركات وهذه العطية.
لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاها، كذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. الناموس دخل ولما جرم الخطية خلى الخطية بقت باينة قوي والخطايا زادت. عارفين زي لكل ممنوع مرغوب، بدأت تزيد الخطايا. لما كان قبل كده بيقول مثلا لا تسرق، النهارده بقى فيه انواع من السرقه لا تعد. لما بيقول لا تشتهي، النهارده بقت الشهوات لا تعد. كان قبل كده بيقولوا لا تشتهي امرأة قريبك، النهارده بقى الموضوع يعني وصلنا الى ما فوق الحيوانيه. ليه؟ لان الخطيه زادت، عماله تزيد تزيد تزيد. لانه كما ملكت الخطيه في الموت هكذا تملك النعمه بالبر للحياه الابديه بيسوع المسيح. زي ما ده عمال يزيد، لكن تدفق النعمه والعطيه الالهيه كان اعظم، كان اقوى عشان يعالج الموضوع بشكل اعظم. فلما يجي يقدم اللي الرأسين ويقدم كل واحد عمل ايه والنتائج بتاعته عملت ايه، تعالوا نشوف كده لو فصصناهم حطناهم في جدول شوف ايه اللي بيقول في اصحاح 5 والايات بالترتيب. من 15 بيقول بخطيه واحد مات الكثيرون، عطيه بالنعمه بالانسان الواحد يسوع المسيح اللي هي عطيه التبرير. بسبب واحد جه الحكم للدينونه، لكن بالهبه التبرير، لكن فيه هبة من الله تبررنا رغم خطايانا كتير. بخطية واحد ملك الموت، لكن بالمسيح المؤمن ياخد تبرير وياخد كمان ملك وياخد حياة من الله. بخطية واحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. بمعصية واحد الكثيرون جعلوا خطاة، بإطاعة الواحد الكثيرون جعلوا أبرار. بسبب آدم ملكت الخطية في الموت، لكن في المسيح تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح. دي المقابلة اللي بيعملها بين آدم كرأس وبين المسيح كرأس. وشفنا قبل كده أنه يعني إيه يتحسب لي بر المسيح. شفناها لما كنا على التبرير وإحنا نتكلم في علم الخلاص، وقلنا أنه بياخد اللي أخد الدين بتاعي حطه عنده ودفعه، فبقى مستواي صفر أو بقى رصيدي صفر، لكن يوضع لي أنا في حسابي بر الله في المسيح. جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله في المسيح. فكل الإمكانيات دي دخلت لي، دخلت في حسابي. فالنهاردة الله لما بيشوفني زي ما قلنا قبل كده كتير وحضراتكم عارفين، الله ما بيشوفنيش لوحدي لكن بيشوفني في المسيح. ومن هنا بيقدر الإنسان المؤمن أنه يشوف نفسه في حتة تانية خالص، مش تحت الخطية ولا تحت الناموس ولا تحت الموت ولا تحت الدينونة. بيشوف نفسه وهو في المسيح ابن الله، ضامن الحياة، وارث النعمة والحياة الأبدية، استمتع بكل ده سواء هنا أو هناك. في اختلاف شاسع ما بين الاثنين، ما بين آدم الأول وآدم الأخير، اختلاف شاسع ما بين اللي دخل الخطية والموت وبين اللي دخل البر والحياة. اختلاف شاسع بأنه أنا هنا ما عملتش أي شيء لكن خدت حكم دينونة وموت، هنا ما عملتش أي شيء لكن خدت الهبة والعطية الإلهية اللي أنقذتني وديتني كل هذه البركات. فزي ما كانش ليك ذنب في قضية آدم، وإن كنا هقول ان لا لينا مشكله، من الناحيه الثانيه انا لا اتصلبت ولا دفعت ثمن ولا اقدر ادفع الثمن ولا اقدر اتصلب، انما حسب لي كل هذا العمل لاني في المسيح. فالبركات دي كلها جات لي واتحسبت لي فعليا وبقت في رصيدي فعليا، زي ما انا كان في رصيدي الموت والانفصال عن الله والموت الابدي والموت الروحي والموت الجسدي، كل ده كان موجود في حسابي بسبب ادم. فيبقى في المقابل هنا اشوف انه ياه على العطيه والنعمه، ياه على الامكانيه الالهيه اللي دخلت عشان تحل المعضله
عشان تعالج الموضوع من أساسه. ورغم إني يمكن أقول بشكل متسرع إن أنا ماليش ذنب في الموضوع آدم، لكن حاجتين هقولهم: واحد، إحنا كنا فيه وهو كان الممثل بتاعنا، لكن كمان في ناحية تانية التاريخ كله، التاريخ الإنساني كله، حتى تاريخ الكتاب المقدس بيقول لك إنه مفيش ولا واحد لوحده حتى لو فصلته عن آدم عمل حاجة عدلة. لما الكتاب المقدس بيذكر زلات وسقطات رجال الله اللي منهم رجال عمالقة، عايز يوريني كويس قوي إنه الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. هات لي حد والكتاب ما قالش عليه إنه في حتة ناقصة إلا واحد بس، يسوع الذي لم يعرف خطية ولم تجد، لم يكن في فمه غش ولم يفعل خطية ولم يعرف خطية. إنما هات لي أي حد تاني. طبعا أنا مش بتكلم على اللي خارج الكتاب المقدس، أنا بتكلم على اللي جوه الكتاب المقدس كمان: موسى، إيليا، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، داود، موسى، إشعياء، كله، كلنا في الموازين إلى فوق. عشان كده حتى لو افترضت إنه الله ما اتبعش هذا القانون وساب كل إنسان، هو فعلا عمل كده. لما أشوف حاجة اسمها التدابير في العهد القديم وفي الكتاب المقدس بشكل عام، أبص لأن كل تدبير من التدابير بيوريني إنه الله أدى. طب أنت عايز تتعامل، عرفت الخطية الخير والشر وعايز أنت مسؤول عن نفسك، اتفضل وريني تعمل إيه. قتل أخوه، طيب عايزين تبقى في حكومات تمسك الحكومة وتمسك الإدارة بتاعت الأرض، ماشي. لما واحد يموت حد، سافك الإنسان بالإنسان يسفك دم، عملوا إيه؟ راحوا عملوا برج بابل عايزين يعندوا الله. الناموس عملوا إيه؟ قتلوا أنبيائهم، قتلوا المسيح، عاشت الأمة في فساد، استحقوا ضربات، استحقوا إنه يتسبوا. أدي شعب وعنده ناموس إلهي وعنده قوانين إلهية وعنده شريعة وعنده كهنة وعنده كل حاجة، ويلا وريني شطارتك. فشل. في النعمة، لولا النعمة دي ما كانت في حد فينا ينفع ستر أبدا. وحتى في وقت النعمة، حتى في وقت النعمة، شوف حياتي، شوف حياتك، بنضعف، بنقع. لولا ستره، لولا نعمته، لولا انه قاعد ساكن فينا، لولا انه بيعمل ده، ما كانش لنا وجود. إذن الانسان على مر العصور بيثبت انه ما يقدرش، ما يعرفش، محتاج النعمه، دايما محتاج نعمه، ودايما محتاج عطيه من الله، دايما محتاج انقاذ الهي، دايما محتاج ان الله يتدخل في الامور. فعليا انا كنت في ادم، لكن من ناحيه ثانيه حتى لو كان الله اداني، وهو اداني الفرصه اني اعمل حاجه، أنا كنت هاكل تاني من الشجرة، يمكن كنت كلت الشجرة والحية كمان. لكن بيفهمني إن الموضوع كله محتاج نعمته ومحتاج إنقاذ منه. أمين؟ هنتوقف هنا وناخد بريك. أي أسئلة؟ أوكي. القضية الثالثة أو السؤال الثالث اللي بيتقابله في روميا هو السؤال اللي دايماً بيقابلنا لما بنتكلم حد عن الخلاص بالنعمة. فيقول لك انه يعني اقول انا قبلت المسيح واروح بقى اعمل اللي انا عايزه واعيش في الخطيه. ده السؤال اللي بيتكرر عبر كل العصور وبيتقال كمان، اتقال لبولس، فما تستغربش لو اتقال لك. هل النعمه تصريح بالاستباحه؟ فبولس بيقول لا طبعا. ماذا نقول؟ انا ابقى في الخطيه لكي تكسر النعمه؟ حاشا. طب حاشا ليه يا بولس؟ ما انت بتقول انه الخلاص بالنعمه وانه مش هعمل حاجه. بس بيقول لي في قضيه ثانيه جميله قوي حلوه، إنه إحنا متنا عن الخطية، كيف نعيش بعد فيها؟ ما هو التبرير اللي أنا بحكي لك عليه والعطية اللي بحكي لك عليها معاها كمان موت عن القديم، عشان يبقى الله فصلك تماما عن كل حاجة قديمة. فبيقول الرد بتاعه: حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أي بولس، بس أنا لسه عايش، أنا ما متش. هيفهمني بقى ازاي حصل الكلام ده، ازاي تنفذ الامر ده، او ايه البروسس ان المسيح خده علشان يحقق كلمه متنا عن الخطيه.
لأنه لو الله كان سابني زي ما أنا وغفر خطيتي أو بررني، كان هتبقى مشكلة فعليا إنه أنا لسه شغال في الخطية، لسه تحت الناموس، لسه كل العك اللي كان فيا قديم موجود. فكان لازم يحصل اللي هيحصل كالآتي، إنه إداني حاجة حلوة أنا بقى هبوظها تاني. طب الحل إيه؟ الحل إنه لما إديني الحاجة الحلوة دي، الحياة الجديدة دي، كل البركات بقت خلاص، لازم يكسر حاجة جوايا عشان تبطل تطلع المشاكل الكبيرة، ولازم يفصلني عن سلطان الخطية وعن سلطان الناموس علشان أعرف أعيش حر في حياة جديدة. فهيشرح بولس هنا القضيتين دول، إني مت عن الخطية، وبعدين قضية تانية إني مت للناموس. طبعا أنا بقول إنه الكلام ده مش تقيل شوية، وإنه كلام روميا عامة، رسالة روميا رسالة تقيلة، عشان كده الدراسة بتاعت روميا دراسة روعة ومفيدة جدا لينا إحنا، وبتشرح لنا تفاصيل مينفعش نعدي عليها بسرعة. إيه الخطوات اللي هيتبعها علشان يبرهن فيها على إنه إحنا متنا عن الخطايا؟ أول حاجة بيروح للمسيح ويأكد أن المسيح مات وقام، وأنه أنا كنت في المسيح بإيماني فيه، أنا اتحدت معاه، فأنا مت وقمت في حياة جديدة معاه. زي ما قلنا أن آدم هو الرأس، فكل اللي عمله اتحسب لنا وجاب لنا العواقب بتاعته، المسيح كرأس جديد اللي عمله اتحسب لي، فأنا كنت في المسيح. ودي فكرة عند بولس هيكررها في غلاطية، كررها في حتة تانية، إنه متنا معه وقمنا معه. بالموت مع المسيح اتفصلت عن القديم، وهيشبهها في رومية 7 بإنه زي ما في كأن في واحدة متجوزة، ولما مات الطرف أو حصل موت انفصل عهد الزواج ده أو الارتباط ده، وتصبح حرة أنها ترتبط بشخص آخر. لكن طول ما الشخص التاني عايش مش بالحقها تعمل. فبيقول قبل موت المسيح وقبل موت مع المسيح أنا كنت تحت الناموس وتحت الخطية، لكن لما مت مع المسيح الموت فصلني عنهم، فصلني عن الخطية وفصلني عن الناموس كمان. فالنهاردة أنا بنتمي، من حقي بقى أنتمي واحد جديد، هو مين؟ يسوع. فأنا مت معاه وقمت معاه، فانفصلت عن الخطية اللي كانت قبل كده هي تتسيد علي. يعني إيه تتسيد علي؟ يعني إيه سلطان الخطية؟ يعني النهاردة أنا الخطية لن تسودكم، أنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. إنه قبل الإيمان الخطية مستعبداني، أي حاجة هتقول الخطية أنا هعملها. ولو نفتكر ألاقي نفسي إني كنت عامل زي العبد، أول ما تشاورني بصباحها أنا بجريها، ما عنديش حرية أن أقول لأ. قلت لأ الخطية كانت يعني شبه منعدمة فيا، صعب قوي أقول لها لأ، بتاكل فيا، يمكن أمسك نفسي لكن من جوايا عمالة تاكل فيا. إنما لما جيت للمسيح ومت مع المسيح، النهاردة عندي سلطان إن أقول الخطية لأ، والخطية مبقتش تتسيد عليا. فالحياة اللي جت بعد ما مت معاه وقمت معاه، الحياة اللي جت لي دي مدتني بطبيعتها البرة، عشان كده في تبرير الحياة، طبيعتها البرة اللي بتنتج بر في الحياة، وكمان مدتني بحاجة خارج إمكانياتي تماما، هي سكن الروح القدس فيا اللي بينفذ هذا البر وبيتحرك بهذا البر جوه حياتي علشان يخلي حياتي بتعيش في الطاعة وفي القداسة وفعل الأمور الصالحة. يبقى اللي خدته من آدم كانت طبيعة فاسدة بتسيطر عليا وتقودني
ناحية الخطية، والخطية من بره مستعبدين. مع المسيح لما مت معاه، أول حاجة الخطية ما بقتش مستعبدين، دي نمرة واحد. اتنين، بعد ما كنت ميت جات لي الحياة الجديدة. الحياة الجديدة مش بس حياة، إنما حياة مقدسة، حياة فيها نفسها قوة تبرير وفيها قوة قداسة، لكن أيضا سكن فيه الروح القدس اللي بيفعل ده بشكل إيجابي جدا جوه حياتي وشكل مثمر جدا جوه حياتي. فبالتالي بتقودني خطوة خطوة اللي إني أرتبط أكتر بالمسيح، إني أخضع أكتر لله، وإني أقدم أعضاء جسدي آلات بر. عشان كده لما نوصل لرومية 12، رومية: أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. هتحصل عملية فعل إرادي مني إني أتحد أكتر بيه، إني أقدس كل حواسي لي، إن ما يكونش بعيش بنفس النظام القديم. هنا 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 بقى ده مش إن أنا بخلص بأعمال، لا، ده هنا أنا بتحرك في الحياة المبررة، بتحرك في الحياة الجديدة، بعيش الحياة الطبيعية بقى بتاعتي النهاردة اللي من الله. فالحياة اللي من الله اللي جاية لي النهاردة طبيعي جدا إنها بتتجه ناحية النور مش ناحية الظلمة، طبيعي جدا إنها بتتجه ناحية القداسة مش ناحية النجاسة، طبيعي جدا إنها تعيش في الخير مش في الشر. فبعيش الحياة الجديدة، أو الحياة الجديدة اللي فيا بتنمو وبتثمر، فده الطبيعي بتاعها. فبولس خدنا من أول فعل المسيح إني مت معاه إلى قيامة المسيح وإلى سريان هذه الحياة جوايا وإزاي بتشتغل فيه. فبيشرح بقى بالتفصيل، يقول كده في رومية 6:3-5: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع اعتمدنا لموته، فدفننا معه في المعمودية أو بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا متحدين، قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته. يأخذ فعل المعمودية، طبعا خلي بالنا ان هو ما بيقصدش انه فعل سحري جوه ميه المعموديه ابدا، لكن بيقول انه من قرر انه يعتمد ليسوع هو قرر ان يعتمد لموته وايضا يعتمد لقيامته. كلمه المعموديه بكل اختصار كده هي نقدر نسميها ايدنتيفيكيشن. انا باخد الهويه الجديده بتاعت الشخص اللي ارتبطت بيه. ايدنتيفاي ماي سيلف مع يسوع. فلما بأؤمن بي وبقول للكنيسة أنا عايز أعتمد، أنا بعلن إيماني بهذا الفعل المرئي إني مت معاه. ولما بخرج من المية، الدفن مدفون معه في المعمودية، بخرج من المية، أنا بخرج وأنا بقول أنا متحد معاه في قيامته. فزي ما هو مات وقام، أنا كمان باخد هذه الصبغة، فالصبغ معه في الموت وفي القيام. فلما مت، الموت فصلني عن القديم بكل اللي فيه، ولما قمت، قمت معاه هو، فبقيت متحد به. هنا فكرة بولس عن، أو فكرة قدامها روميا طبعا بروح القدس، عن يعني إيه مت عن خطية وقمت معه. فصرنا متحدين معه بشبه موته، وبالتالي نصير متحدين معه في قيامته. وبرضه بنكرر انه هنا ما بنتكلمش على فعل سحري في ميه، يعني بنتكلم على اكت ده مظهر وبيعبر عن ايماني من خلال شيء مرئي وشيء فيه اعلان عن هذا الايمان. فبيقول كده ان المسيح لما مات مش بس مات ككفارة بديلة، لكن مات بالنيابة عن كل بشر، فممثل البشرية من جهة هو بينوب عني وبيتحمل العواقب بتاعتي، وده خليه يدفع الثمن بتاعي ممثلا ليا.
لما بتحد بيه في موته ودفنه وقيامته، أنا بتحد بكل ما فعله وبيحسب لي كل ما فعله. وزي ما المسيح أوفى دين الخطية، فالنهاردة ما فيش أي مستحقات قانونية عليه، فما ينفعش تيجي الخطية تقول له أنا ليه عندك 10 قروش، لا ما فيش ولا حاجة، كل الخطأ كل الدين اللي كان عليهم أنا دفعته خلاص، فما فيش أي مطالبة قضائية عليه. بالتالي ما فيش أي مطالبة للخطية دي علي أنا في المسيح، ما هو هذا اللي دوفى الدين بتاعي. وإذا كان غير مطالب بشيء يبقى أنا كمان غير مطالب بشيء، ما عليش أي ادعاء قانوني. فهو دفع كل حاجة كممثل عني أو كنائب عني، عشان كده النهاردة أنا حر من هيمنة الخطية بسبب أني متحد بي. ده تفكير منطقي جدا، تفكير قانوني كمان. كان علي دين وجيت انت تكرمت مثلا ودفعته عني بالكامل وخدت السك، خدت الكمبيا او الشيك، ما اقدرش يجي الشخص ده يطالبني. ليه؟ مش عشان انا اللي دفعت له، ده عشان انت دفعت له ودفعته بالنيابة عني. فلو جه يكلمني يقول لا ده فلان دفعه لي، مالكش اي حق علي. انا ماليش حق على فلان اللي دفعه، بس حق عليك انت. قلت لا، وانا معاه لان هو كان نائب عني ودفع لي. فده الفكره بتاعت البولس، انه مفيش النهارده مطالبه من الخطيه ملهاش سلطان عليك. ليه؟ لانه خلاص كسر هذا السلطان. الاجراء التاني حاجه جوايا انا بقى، الاجراء الاولاني كان برايا، الاجراء التاني جوايا هو صلب الانسان العتيق. والحته دي طبعا شائكه جدا عند بولس، الانسان العتيق وجسد الخطيه والطبيعه الفاسده، حتت فيري يعني كريتيكال قوي وقريبه قوي من بعض. يقول بيكمل في رومية 6 من 6 ل 10 وكده، علمينا هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيه، كي لا نعود نستعبد ايضا الخطيه، لان الذي مات قد تبرأ من الخطيه. مت ملهاش سلطان عليه. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، علمينا أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته الخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فحياها الله. فاهمين إحنا الجزء الأخير، لكن الجزء الأولي إيه الفرق بين الإنسان العتيق وبين جسد الخطية؟ الإنسان العتيق هو الشخصية القديمة بتاعتي أنا، وضعي أنا كإنسان روحي قبل الإيمان بالمسيح. قبل الإيمان بالمسيح أنا شخص ميت، أنا في عداوة مع الله، أنا مدان على يدين، أنا واقع تحت حكم الموت، أنا مستعبد الخطية، أنا كقديم. يقول طب تعالى هات أنت القديم ده وتعالى نتحد بالمسيح. اول اتحاد بالمسيح ان احنا هنموتك، بس مش هنعمل حاجه اكتر من كده، فهناخدك هنموتك بس وخلصت الحكايه. مش هو ده اللي مضايقك؟ تعال نموته. فالشخص القديم ده تم صلبه وموته في صليب المسيح وبسبب اتحادك بالمسيح. عشان كده قوه الموت بتاعه المسيح ليها فعاليه في حياتنا كمؤمنين، مش بس انها فصلتني عن الخطيه، لكن ليها فعاليه جوايا انا، انه صلبت انساني العتيق، صلبت الشخصيه القديمه اللي كنت واخدها من ابويا ادم بفسادي بموتي باستعبادي الخطيه بكراهيتي للرب بعداوتي لي باني مش عايز جابني كده. قال تعالى بقى نخلص من ده، نعمل فيه ايه؟ نموته ونخلص منه. فموته. طب وبعدين؟ هنقوم بقى حد جديد، تقوم إنسان جديد، خليقة جديدة. فبس بكل بساطة إحنا موتناك، صلبنا الإنسان العتيق، الوضع القديم اللي كنت فيه، الإنسان القديم اللي كنت فيه بطبيعته كل فيه. فاللي كنت أنا بعيشه قبل كده واللي كانت شخصيتي قبل كده موتناها.
يجي الحته هي ايه جسد الخطيه، او ايه الجسد ده اللي بيقول عنه انه في خطيه ساكنه فيا، جسدي ان انا لسه فيا الجسد من الجزء الانساني القديم اللي ما اتغيرش لسه، لكن هيتغير بعد كده. ده موجود، عارف يعني، في ساكن في عماره كبيره كده مزعج، كان بيتنطط في كل الادوار وفي كل الشقق، لغايه لما حبسناه شويه وبدينا نمنعه من الطلوع في كذا دور، وحبه حبه هنحجمه ونقعده في اوضه. هو لسه موجود، هنخلص منه في الجسد الممجد، مش هيبقى ليه اي وجود نهائي. لكن الجسد ده او الطبيعه القديمه دي اللي هي طبيعتك الانسانيه الخاطئه، اللي لسه لغايه النهارده بتحاربك، اللي لسه لغايه النهارده ممكن تخليك تغلط، تنفعل، تشتهي، تكتب، تخاف، موجوده. والكتاب مش بينكر ده، يعني حتى بعد ما الانسان العتيق صلب، جسد الخطيه اللي هي انا لسه فيه ده، او الطبيعه اللي خدتها من ادم اللي لسه موجوده جوايا، لسه باقي لها بقيه. لكن فاقده التغذيه اللي جايلها من بره، وفاقده الخطيه اللي مسيطره، وفاقده كمان الانسان العتيق، الطبيعه اللي هي انا شخصيه القديمه اللي كنت بتجاوب معاها، وكنت بتجاوب مع الخطيه، وكان في كده تريو شغال مع بعض وقوه شغاله مخلياني انا لما افكر واشوف انه الله حلو ونفسي امشي مع الله، الاقي نفسي مشدود ناحيه الخطيه. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل دلوقتي ان انا صلبت لك الانسان العتيق، فصلتك عن الخطيه بالموت، بقى مين؟ بقى الجسد او الطبيعه القديمه شويه، او التاثير اللي انا واخده من ادم، الطبيعه الانسانيه الخاطئه موجوده بس فقط القوه بتاعتها، لكن لسه موجوده وبتحاربني. طيب مين بقى اللي ليه قوه وسلطان عليها؟ ما انت خدت طبيعه جديده النهارده منوره وحلوه. على قد ما بتغذي الانسان الجديد، وعلى قد ما بتدي للروح القدس السيطره بالكامل عليك، على قد ما الساكن ده بنحجمه في حته صغيره جوه المبنى. ما بنقولش هنخلص منه، هنخلص منه لما ناخد الجسد الممكن. الروح القدس هو اللي ليه سلطان على هذا الجسد. ده اللي بيتكلم عنه بولس كتير، انه الروح ضد الجسد والجسد ضد الروح. الجسد مش الاكل والشرب، مش اللحم بتاعك، لكن الجسد هي الطبيعه الانسانيه الخاطئه. فبيقول انه الروح القدس هو اللي يقدر يسيطر على ده. هو اللي يقدر يحجم ده. كل ما بتدي الروح القدس مساحه اكتر على الانسان الجديد اللي جواك، كل ما الانسان الجديد ده بيتغذى اكتر بالروح القدس كلمه الله، وانه يعيش في النور، كل ما بيمتلك اكتر في المبنى ده، في هيكلك انت، في ذاتك انت، ويتحكم في الجزء اللي باقي، يخليه قليل او يحجمه جدا في حته قليله قوي. المشوار ده هو مشوار التقديس المستمر جوه حياتنا، اللي بتغذي انسان الله الجديد، وبتطيع لكلمه الله، وبتسيب الروح القدس يملك اكتر. عشان كده وصيه امتلئوا بالروح وصيه مستمره. الملء بالروح القدس هو انه الروح القدس يمتلكك اكتر ويمتلكك اكتر، بيثمر جوايا اكتر واكتر واكتر. تبتدي تسيب الجديد يعني ينمو ويزدهر ويرعرع. فعبارة جسد الخطية اللي جت في رومية 6 هنا، أو جسد هذا الموت اللي هيكررها يقولها في رومية 7، بيتكلم عن مش جسمي، لكن بيتكلم عن الطبيعة الإنسانية اللي أنا واخدها من زمان من آدم، موجودة جوايا، ودي اللي يعني بتحاربني بالخطية، يعني بتحاربني عشان أروح ناحية الخطية. لكن بقول إنها اتفصلت عنها قوتها اللي كانت مديالها الطاقة الكبيرة. ففي رومية 7 آية 5 بيشرح أنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس، ده المؤثرات الخارجية، تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت.
لما كنا تحت حكم الجسد كان في أهواء الخطايا اللي جايه من بره، الرغبات الشهوات اللي واخده قوتها من الناموس بأنها مجرمة ومحرمة، فالممنوع مرغوب وفي نفس الوقت هذا المرغوب بيجيب وراه عقاب. كانت بتعمل في أعضائي، والإنسان العتيق بتاعي اللي كان واخد راحته شغال، فالتلاتة دول بيشتغلوا بيسمروا للموت. ده اللي بيشرحه بيقوله في آية 23 إنه أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. كان بيشرح الموقف إنه قبل الولادة الجديدة وقبل عملية الموت والحياة ديت بذهني ممكن أفكر ولاقي إنه كلام الله حلو وعايز أعيش ده، بس ما أقدرش، لاقي نفسي في حاجة بتسحبني ناحية تانية. فالخطية بتعمل تشتغل من خلال جسدنا البشري، ومن طبعا كان من خلال الإنسان العتيق، فالدنيا فيها قوة الخطية، فيها قوة للشر، وبالتالي أنا بسمر خطايا وبالتالي بجيب على نفسي موت أكتر. اللي بيحب يشرحه برضو في رومية 7:11، لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. فخطية من بره واخدة قوتها بالناموس تخدعني وتخليني أشتهي وتوقعني تحت سيطرتها، ولاقي نفسي غصب عني رايح كأني بتساق ناحية القتل، بتساق ناحية الموت، مش قادر أبطل. وده الصراع الموجود عند البشر، إنه أنا عارف فين الصح والغلط بس أنا مش قادر أبطل. حتى المدمن اللي بتقول له اللي أنت بتعمله خطر على حياتي، طبعا أنا خطر على حياتي هيموتني بس أنا مش قادر أبطل، أنا مستعبد. فاللي حصل هنا إنه فصلني عن الخطية، صلب إنسان العتيق، اتبقى لي بس الطبيعة القديمة اللي لسه موجودة في الجسد واللي بيحجمها من خلال عمله من خلال حياة جديدة فبتبقى تحت سيطرته. ثالث إجراء، أيوة حاضر، التريو ده هو إيه؟ التريو ده هو الخطية اللي من بره اللي دخلت ومسيطرة عليا في الأول، مش قلنا إنه الإنسان واحد تحت سلطان الخطية والخطية بتسوده، خطية اللي دخلت وواخدة فرصتها وسيطرتها وكمان واخدة قوتها بسبب إنها مجرمة من القانون، الناموس، الناموس بيحرمها وبيجرمها، فالممنوع مرغوب وفي نفس الوقت اللي أنا برغبه ده وهو ممنوع بيجيب لي حكم دينونة. اتنين، العنصر التاني إن أنا كنت أنا إنساني العتيق شغال، أنا القديم شغال بـ 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 بكل طباعي القديمة، بكراهيتي للرب أو عدوتي مع الرب، بإني برغب في ده، بإني عايز ده، فده الريسبتور بتاع إنسان بتاع الخطية اللي من بره. أيضا أنا موجود في جسد بيحمل الطبيعة الإنسانية والبشرية بتاعت آدم، الطبيعة اللي بتخطأ في جسد الخطية، في خطية موجودة فيه، ده العنصر الثالث. اللي حصل أنه بالصليب وبموت المسيح ودفنه اتفصلت عن سلطان الخطية، فالخطية لن تسودنكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. اثنين، إنسان العتيق قد صلب معه ومات، اتبقى لي بس العنصر الثالث اللي هو الجسد اللي لسه موجود النهاردة والطبيعة القديمة اللي كانت عندي من زمان واخدها من آدم، الطبيعة الإنسانية اللي بتغلط. كل ما سبت الحياة الجديدة اللي جاية لي تنمو، كل ما خضعت وامتلأت أكتر بروح القدس، كل ما اتغير ذهني بكلمة الله وقطعت ده وعشت ده، كل ما النور ده بيزداد وبيبتدي يحاصر الظلمة في مكان بعيد، مكان قليل. بالتالي بقيت بكل إرادتي قادر أقول أني أقدم أعضائي آلات بر للمسيح، بعد ما كانت الخطية واخدة أعضائي دي كلها متشغلها لحسابها، وبقيت أنا وكنت أنا عبد مساق ناحية الخطايا بكل سهولة. فضل يسوع، معلش يا باسم، يعني عشان زيادة توضيح، انت دلوقتي الانسان العتيق نقدر نقول ان هو الارادة الذاتية مثلا؟
يعني عشان أفرقه شوية عن الخطية اللي هي بصارع بيها. الإنسان العتيق، تعالي نشوفها كده، احنا كنا كاتبينها هنا. الإنسان العتيق هو وضعي القديم أو شخصيتي القديمة قبل المسيح، اللي كنت فيها أنا في عداوة مع الله، مش عايز الله. الناس لما تيجي تقول لهم، يقول لك إيه في الكتاب مكتوب، يقول لهم، يقول له كده، ابعد عنك بمعرفة طرقك لن أصر، ابعد عنا بمعرفة طرقك لن أصر. أنا ميت روحيا، مستعبد الخطية، علي حكم موت. فالشخصية القديمة اللي أنا كنت فيها دي، واللي بتتجاوب كويس قوي مع الخطية، واللي بتشغل آلاتي، أعضائي، آلات بر، بدل ما هي آلات بر تبقى آلات تستخدم من الشر، وبتتجاوب جدا مع الميل نحو الخطية وبتشغله، بتسيطر عليه. التلاتة دول موجودين فينا قبل المسيح. فالإنسان العتيق ده هو أنا قبل الإيمان، بمكري، بلؤمي، بشهواتي، بعنادي، بكل ما فيه. اوكي، وده كمان من جانب اخر محكوم عليه بالموت. يعني هو ده المصيبه الكبيره، هو ده الانسان القديم اللي كان لازم يموت، اللي هو لو استمر من غير المسيح هياخد البني ادم ده الى مصيره الابدي في بحيره النار. فالشخص ده او الشخصيه دي بتموت. لو نفتكر القصة الشهيرة بتاعت أغسطينوس، لما بعد ما جاء المسيح وواحدة من اللي كان بيخطئ معاهم بتمدح عليه، وجات بتجذبه بتقول مش أنت أغسطينوس؟ قالها أغسطينوس مات. أوكي، أنا حد تاني، أنا شخص جديد. فعشان كده أنا فيه شخص جديد، فالقديم مات. أوكي، والجديد النهاردة اللي أنا واخد حياة من الله جديدة جوايا، واخد طبيعة المسيح جوايا، واخد عمل الروح القدس جوايا، كل ده عمال يشتغل جوه للنور وللبر وللقداسة. اوكي، وضحت شوية ولا لسه؟ وضحت شوية. بس هو انا عندي سؤال تاني. طب فضلت. هو الخطية، ما هي الخطية هي جزء من ده برضو. يعني هو يعني انا ما ببقاش عايز اعمل الخطية، بس احنا مثلا ببص على الامثلة للناس اللي هي بتبقى شوية مثلا مش عايشة للمسيح 100%، أو الجسد متغلب عليها. هما هنا ده الخطية هي المتغلبة ولا الإنسان العتيق ولا احنا فينا لسه جسد الخطية، أنا وإنتي وأي حد مننا كمؤمنين، اللي هي احنا عندنا لسه الجسد القديم، عندنا لسه إنسانية البشرية العادية اللي بتميل ناحية الخطأ، بتقع. أوكي، لكن النهارده مقطوع عنها الامدادات اللي بنبر الثانيه، مقطوع عنها سيطره الخطيه، مقطوع عنها الانسان اللي كان مشغلها، الانسان العتيق اللي كان مديها انطلاقها. النهارده في واحد تاني دمه تقيل على قلبها، هو الانسان الجديد. فهي لو ما بتعمل لما بتوقعني في الغلط، بتلاقي الثغره اللي فيها الانسان الجديد ده غفلان شويه، فتروح خبطه خبطتها. عشان كده لما اجي اقول مثلا انه باسم واحد من معانا في الكنيسه بس مش ماشي صح قوي، ليه بقى؟ مع ان عارف ان هو مؤمن وعارف ان هو اخذ خطوه الاهتمام، مشكلته في ايه؟ مشكلته انه مش متيقظ، مش مدي الانسان الجديد المكانه، مش ممتلئ بالروح القدس، مش مكتشف اللي ليه مثلا في المسيح، انه هو من حقه ان هو مثلا ممكن يكون مش مكتشف، ممكن يكون، اسف في التعبير، يعني مستهبل. اوكي، ما هو ده اللي انا عايزه يعني انا هقولها بصراحه. يعني انا ممكن اكون في حته من الحتت انا مستهبل. ليه؟ عشان الخطيه برضو فيها اغراء، يعني فانا ممكن انيم الانسان الجديد ده وأحزن الروح القدس ولا تطفئ الروح القدس، وأروح سايب الحرامي ده يخبط خبطته. اللي بيحصل، بعد كده تبكيت. أوكي، وألاقي نفسي أنه أنا إيه اللي عملته ده، ومحتاجة أن أنا أرجع تاني وأتوب للرب وأرجع. وهنا الرب، الله بيقبلني لأنه أنا ابنه، بس وقعت، سواء وقعت باستهبالي، سواء وقعت غصب عني،
في أي الأحوال هو عارف إن أنا ضعيف، عشان كده هو حاطط كل الإمكانيات إنه إزاي يعالج الغلطة دي من خلال حاجتين، من خلال الروح القدس اللي جوايا ومن خلال المسيح اللي واقف عني رئيس كهنة أو شفيع في السماء. فإن أخطأ يا أيها الأولاد أكتب لكم لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله عند الآب هو يسوع المسيح، يسوع المسيح البار. فلسه آب ولسه أنا وإنتي أبناء، ويسوع المسيح بار واقف في النص بيشفع فيا، عشان مش المفروض أغلط، بس لو غلطت هو عامل حسابه للأرض. أوكي. إنما كل اللي كان قبل كده شغال واخد حقه واخد سيطرته الكاملة هو اتكسر عنه. نبدأ الحتة الصغيرة دي. Thank you. الخطوة الثالثة أو الإجراء الثالث اللي تم فيه هذا التوحد من أننا نتحرر من الخطية، أني بحيا حياة جديدة معه، أني قمت معاه في جدة الحياة. فالمسيح بعد ما مات وقام وأظهر نوعية الحياة الجديدة اللي عمرها ما كانت موجودة، وده اللي بيقول يوحنا في رسالته الأولى أن الحياة أظهرت، لأنه الحياة الجديدة دي الحياة ما كانتش موجودة قبل المسيح. فبقيامته جاب نوعية حياة جديدة، عشان كده لما بتحد معه في موته أنا كمان بتحد معه في قيامته، فبتحد معه في الحياة الجديدة اللي هو بيجيبها لي. دي حاجة ما كانتش موجودة عندي قبل كده. فقيامة المسيح جابت لي حياة مختلفة، أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت. ويوحنا يقول أنا كتبت الكلام ده عشان يكون لكم حياة لما تؤمنوا باسم ابن الله. فالإيمان بالمسيح بيجيب لي حياة، بعد ما كنت ميت روحيا بيجيب لي حياة من حياة الله تسري فيا بتقومني، وفي نفس الوقت الحياة دي جواها الطاقة بتاع إنتاج الثمر الجيد والثمر الخير والثمر النور. زي بالظبط لما تديني مثلا بذر بذور معينة تقولي ازرع ده في الجنينة بتاعتك، فانا خدتها وحطيتها في الطينه وسقيتها، الحبايه دي جواها حياه لوحدها ما بتعملش حاجه، لما بتموت بتطلع نبات وتطلع ورق وشجره وتعمل ثمر وكل حاجه. فالحياه اللي دهاني جواها طاقه لانتاج لاثمار انها تعطي ثمر وتعطي حياه وكلها شكل وكلها لون ومنظر وحاجه جميله قوي في حياتك وفي حياتي. فعشان كده زي ما هو مات وانا مت معاه، هو قام وانا قمت معاه، فخدت حياة جديدة. الحياة التي يحياها لله. إذن الحياة اللي ادهاني حياة بتاخدني في سكة انها تحيا لله. وان كان ايضا انه موت انه قيامة المسيح نفسها فيها جانب بيريحني من جهة الجسد اللي لسه فيه شوية الخطية اللي بيزعجوا دول، انه في قيامة بالجسد وقيامة على صورة جسد المسيح، جسد جديد بقى مفهوش اي ولا ليه اي صلة بالخطية خالص، لا من بره ولا من جوه، فتنقطع صلتنا بالخطية نهائيا. اخر حاجة بقى حتة الفتفوتة اللي بقى دي هتتشال خالص من خلال الجسد الجديد. فقيامة المسيح بتتعامل مع كل انواع الموت ده، وبتقدم لي حاجات جديدة وبتقدم لي امكانيات مستحيل حد يعرف يجيبها من أي طريقة وبأي فلسفة. في رسالة أفسس هيشرح نفس الفكرة بطريقة تانية خالص، طريقة الحياة اللي جاية لي. فيقول لي في أفسس 1 من آية 19، هو قبلها بيصلي بيقول أنا بصلي عشان تستنير لعيون أذهانكم عشان تفهموا وتعرفوا ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين، عظمة قدرة الله الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. بصوا كم مرة بيحط كلمة عظمة قدرة شدة قوته عمل، الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات. يعني قدرة الله العظيمة اللي متجهة ناحيتك أنت كمؤمن وأنا كمؤمن وأنت كمؤمنة، هي
حسب أو تساوي عمل القوي العظيم المعجزي الذي توجه وأقام المسيح من القبر ورفع المسيح وأجلسه عن يمينه في السماويات. هي دي القوة نفسها اللي بتوجه ناحيتك وانت خاطي ونحن أموات بالذنوب والخطايا، أحيانا مع المسيح وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. طبعا عشان كده هو احتاج يصلي في الأول، لأنه الكلام ده مش هيتفهم أبدا غير لما ربنا يفتح علينا. وأنا ميت في الذنوب والخطايا، القوة الإلهية المعجزية العظيمة الفائقة الرهيبة اللي تتوجه لي عشان تقولني إن الموت ده، هي بالضبط نفس القوة اللي اتوجهت نحو المسيح فهو ميت علشان تقومه وترفع المسيح وتجلسه معه في السماويات. فهنا بيقول ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح وبالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يبقى من النهاردة وهو بيتوجه ليا، هو مش بس بيغفر الخطايا، ده العنصر السلبي في الموضوع، لما العناصر الإيجابية التانية حط فيا وفيك وفيكي كل إمكانياته إنه أنت وأنا وإنتي نعيش الحياة في ملأها، نعيش الحياة في مجدها، نعيش الحياة في برها، ونبقى من النهاردة إحنا جالسين معاه في السماويات. ده مقامي، ده مقامك، ماليش مع الحقيقة ماليش أي فضل فيه، هو عمل ده قبل ما تتحرك في الحياة، يعني قبل ما تبتدي تثمر في الحياة هو شالني وحطني فوق، ده مقامي. ومن هنا من المقام ده بيطلب مني أسلك بالقوة الجديدة، بالوضع الجديد، بالإمكانيات الجديدة، بالمكانة الجديدة اللي حطني فيها. بيقولي ها وريني بقى تعمل إيه بقى، وريني تخطي إزاي، وريني إزاي تسلك كشخص جالس في السماويات. فتبتدي حياتي تختلف، اني نظرتي انا ببص من نظرة تانية، انا بتعامل من مكان تاني، ان انا ابن الله، ان انا جالس في السماويات، ان انا اقامني وان انا اجلسني معاه مع المسيح. فهنا الوضعية مختلفة، لابد اني ابص على اللي في ايديا واقول يا ترى ده ينفع يكون الافعال اللي بيعملها واحد جالس في السماء؟ يا ترى دي الحياة اللي ينفع تكون بتاعة واحدة جالسة في السماء؟ ولا لا؟ فالحتتين اللي فاتوا كانوا يمكن أقول عليهم أنه فعل نيجاتيف، أنه بيموت وأنه بيفسد وبيبعد، لكن هنا في بقى فعل إيجابي شديد جدا، هو أنه أعطاني حياة، وحياة جديدة لها قوة على الإثمار، وأيضا بتحطني في مكانة عالية ومكانة كبيرة قوي بعيدا عن كل اللي كنت عايش فيه قبل كده. طبعا احنا هنقف هنا لانه الاجزاء اللي باقيه